بتكلم عليه عايز ايام كتير، لان احنا عشره عمر مع بعض طبعا. كابتن رأفت من الاجيال اللي هي من افضل الاجيال اللي جت في نادي ترسانه. كان لعيب مميز في نادي ترسانه وكان في منتخب مصر، وكان يشرفني طبعا ان انا يعني كابتن رأفت مرني في الدرجه الاولى واشتغلت معاه في الدرجه الاولى، وكان بيننا وبين بعض يعني زي ما بيقولوا مجال كبير جدا في نادي ترسانه الحمد لله رب العالمين. فربنا يديم عليه الصحه، وشخصيه جميله وشخصيه محترمه وراجل محب لنادي ترسانه ومن الناس العمالقه زي ما بيقولوا، وحضر اجيال ما شاء الله. احنا واحنا صغيرين اتعلمنا من الناس ديت قيمة نادي الترسانة وقيمة نادي الترسانة، وان نادي الترسانة تاريخ، وان نادي الترسانة عدى عليه من الاندية القليلة اللي في مصر اللي عدى عليها اكتر من 100 سنة. فكنا بنتعلم التاريخ والحاجات اللي هي سبقتنا الجميلة اللي احنا ما قدرناش ان احنا نحضرها، كنا طبعا كانت الناس دي بتحكي لنا عليها من ضمنهم كابتن رأفت طبعا، وكنت عارف طبعا من والدي الله يرحمه لانه كان متابع كويس لنادي الاهلي وكان اهلاوي الاول قبل اي حاجه، كان بيكلمني طبعا عن كابتن رأفت وكابتن محمود حسن وكابتن حسن علي وكابتن يحيى السيد والناس دي كلها، كان بيقول لي تاريخ الناس دي كلها كان عامل ازاي، من ضمنهم طبعا كابتن رأفت مكي. انا اشتغلت، كان ليا الشرف طبعا ان انا اشتغلت في الاكاديميه في النادي الاهلي وفي قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني كان مثلا مشرف علينا في الاكاديميه كابتن احمد عبائي، يعني مش عايز اقول لحضرتك كان بيقول ايه على كابتن رأفت مكي والايام الجميله اللي هم عاشوها مع بعض، وكنت تحس بالود والالفه رغم ان هم في منافسه والكلام ده كله، بس تحس بالفه وود ومحبه وناس محترمه، وراجل بيبعت له السلام من دلوقتي يقول لي لما تشوف كابتن رأفت سلم لي عليه كابتن اكرامي. يعني الناس دي كانت العلاقه الانسانيه بينهم وبين بعض كانت جميله جدا. فطبعا كابتن رأفت يعني راجل غني عن التعريف هنا، رمز من رموز ربنا يديله الصحه في نادي الترسانه، بتمنى له طبعا كل الخير. كابتن جندي هتقول ايه للكابتن حسين شكري بعد ما اتكلم الكلمه الحلوه دي؟ كابتن حسين طبعا يعتبر من اولادي. انا لعبت اساسا خط وسط، هو ومؤمن عبد الغفار دول في نص الملعب لعيبه حريفه وبيهدفوا، فازاي لعبوا باك او لعبوا، فالحمد لله يعني كانوا ماشيين معايا كويس جدا في الناشئين. وفي صله لحد دلوقتي بينك وبينهم؟ طبعا لسه كان امبارح معايا بنتقابل معاهم ونشد من ولادك بقى وبنشد من ازرق، ما فرصه ان هم دول المسكين هنبعد عنهم؟ لا صح. طبعا احنا وقفنا مع الخارجي يا كابتن مصطفى.